طيب بنرحب بيكم في اول فقره حواريه ومش هنضحك على نفسنا، اكيد اكيد كلنا زعلانين طبعا، بس عندنا امل، هي دي النقطه، بس عندنا امل ولسه عندنا كمان تحديات تانية مهمه، وعندنا كمان ملف زي ما كنت بقول لحضراتكم الاهلي في المونديال، هنتكلم في كل ده. بس خلينا نرحب في البدايه ضيفنا المتالق حقيقي خالد عامر الناقد الرياضي. صباح الفل. صباح الفل. صباح النصر برضو يعني ما يضرش، يعني هنعتبره نصر لانه اللي تحقق. صباح الفل يا كريم الاول. صباح العسل. صباح الفل. هنعتبره نصر طبعا لانه اللي تحقق ده ما كانش حد ممكن يحلم بيه فيما قبل البطوله. تجارب كتير من جانب كارلوس كيروش، قوام مش اساسي، بينضم لاول مره للمنتخب وبيعتمد على اغلبه باحمد سيد زيزو، محمد عبد المنعم، مهند لاشين، باحمد ابو الفتوح، عدد كبير من اللعيبه، اكرم توفيق وعمر كمال عبد الواحد، عدد كبير من اللعيبه. اكرم توفيق طبعا انضم قبل كده المنتخبات ولكنه مش في المركز ده، مش في مركز الباك اليمين، فبالتالي كانت المؤشرات كلها ما بتقولش ان احنا ممكن نعمل حاجه. مستوانا الفني متفق مع اغلب المتابعين سواء جمهور نقاد اي حاجه، ان مستوانا الفني ما كانش قد كده خاصه في دور المجموعات. ولكن الكلمه اللي انا كنت بقولها سواء بطلع حلل، سواء بعمل فيديوز عندي، سواء بكتب، سواء بتكلم مع اصحابي على القهوه، اي حاجه، ان احنا مصر، احنا كنا وسنظل مصر بتلعب باسمها، بتلعب بتاريخها، اي مكان مين هو المنافس، احنا دايما منافسين على اللقب ودايما موجودين وحاضرين بغض النظر عن مستوانا الفني وبغض النظر عن الاسماء اللي موجوده على ارض الملعب. اسمنا لوحده كفايه، اسمنا لوحده، وده تاكد بالفعل. انت لعبت، يعني انا بشفق جدا على اللعيبه. السنغال لعبت مين؟ السنغال لعبت راس الاخضر وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائيه و 120 دقيقة زينا والضغط اللي كنا فيه زينا. لا احنا لاعبين اربع ماتشات كل ماتش فيهم 120 دقيقة. فيهم ثلاث ماتشات وصلوا للبنالتيز وده ضغط عصبي رهيب. طبعا. لعبت خمس فرق، الخمس فرق مرشحين للقب، نيجيريا في دور المجموعات، بعدين كوت ديفوار، في مغرب، في كاميرون، في سنغال. انت قابلت بطولة صعبة جدا. اتصاب من عندك محمد الشناوي، اتصاب من عندك احمد حجازي، اتصاب من عندك الونش ورجع، اتصاب ابو الفتوح ورجع، اتصاب اكرم توفيق ابو جبل ورجع، ابو جبل ورجع، اتصاب عندك اكرم توفيق في اول البطولة، في اول خمس دقائق في البطولة ومشي. غاب عمر كمال عبد الواحد عن المباراة النهائية بسبب الايقاف. لا انت قابلت ظروف صعبة جدا على اي منتخب ان هو يعرف يكيب اب او يجاريها. بس احنا منتخب مصر بمنتهى البساطه. طب انت شايف لقائنا بقى الـ القادم او اللقاءين القادمين مع السنغال هيكونوا عاملين ازاي في ضوء مشاهدتك ورؤيتك لمباراه امبارح؟ انا خليني اقول على حاجه مهمه جدا. كل حاجه ليها ابس اند داونز، ليها جانب ايجابي وجانب سلبي. صحيح. الجانب الايجابي، الجانب السلبي طبعا ان احنا خسرنا افريقيا، ولو كان حد سالني ما قبل المباراه كنت هقول ان انا عندي لا اكسب افريقيا وما اتاهلش لكاس العالم، لانه افريقيا بتضاف الى سجل البطولات المصريه، بتعلي الرانك بتاع مصر، بتعلي فرص محمد صلاح في الحصول على لقب افضل لاعب في العالم وحاجات كتير جدا. وفرصنا في الحصول عليها اعلى بكتير من حصولنا على كاس العالم. بالظبط. احنا كاس العالم هنروح نشارك ثلاث اربع ماتشات ونتكل على الله. المشاركه في حد ذاتها مش الانجاز، الانجاز ان انت تحقق لقب يضاف الى سجل البطولات. طبعا. ده ما حصلش للاسف الشديد، فبالتالي عندنا كاس العالم. الابس اند داونز دلوقتي ان انت عندك اليو سي سي، انت عرفت طريقه لعبه، لعبته في مواجهه مباشره. بنتفرج على اليو سي سي المدرب بتاع السنغال، بنتفرج على اللعيبه اسماعيل اسار، كاليدو كوليبالي، كيتابالدي، شيخ كواتي، ماميندي، ادريس جانا جايب، وحش في نص الملعب، بس كنت بتتفرج عليهم وانت يعني بتعجب بادائهم، بتعجب بطريقتهم في الملعب. المنافسه في ارض الملعب مختلفه، بتعرفك حاجات كتير عن الخصم. عرفت عنهم حاجات كتير وعرفت عنك حاجات كتير برضو. لما تروح للمباراه الفاصله او المباراتين الفاصلتين في تصفيات كاس العالم في شهر مارس ان شاء الله، في العشرينات من شهر مارس، هيبقى عندك خلفيه اكبر، هيبقى عندك استقرار اكبر في بطولات الدوري او البطولات المحليه عامه. فكارلوس كيروش هيبقى عنده القدره على ان هو يضم عدد جديد من اللاعبين اللي يقدروا يملوا المراكز اللي فاضيه عنده او يحسنوا شويه من الاداء الهجومي. كل الكلام اللي بيتقال حتى في الاوف اير دلوقتي كنا بنتكلم عن المنتخب ده، صح؟ كنا بنتكلم عن ده باريس سان جيرمان وليفربول وميلان وبايرن ميونخ، صح كده؟ طيب خليني انقل ده
على منتخب مصر، هل احنا عندنا هذا الكم من المحترفين؟ كم ما عندناش. ما عندناش. لا بص، ايه السبب انه دايما محمد صلاح هو الكي بلاير بتاع المنتخب، ولو اتمسك محمد صلاح المنتخب كله بيقف؟ لانه احنا ما عندناش العدد من المحترفين الاساسيين في فرقتهم المؤثرين في اداء الفريق زي محمد صلاح ما عمل مع ليفربول. محمد النني للاسف الشديد بيجلس على مقاعد البدلاء، تريزيجيه لسه راجع من اصابه طويله، مصطفى محمد بيجلس على مقاعد البدلاء، عمر مرموش لسه ما عندوش الخبره. فاحنا ما عندناش الاستراتيجي اللي تخلينا ننوع مصادر الخطوره على ارض الملعب. عندنا محمد صلاح، بس عندك مهارات، عندك مهارات تخليك المفروض يعني ما تبقاش بتعاني من، مش هنقول عقم هجومي، هنقول يعني تحفظات على الاداء الهجومي. ماشي، بس انا الفكره في الموضوع عندك مهارات عظيمه جدا طبعا. عندك تريزيجيه ومصطفى محمد ومرموش، وعندك رمضان صبحي، وعندك زيزو، وعندك حتى المحليين، عندك عدد كبير جدا من اللعيبه المميزين جدا يشكلوا لك خط هجوم زي الفل. بس المحترف بيزغلل عين المدرب، سواء كان مدرب. خلاص كارلوس كيروش من اول يوم اعلنها اعتمادي الاساسي على المحترفين، والمراكز اللي ما عنديش فيها محترفين هطعمهم باي حد من المحليين. حتى لو مدرب مصري زي كابتن حسام البدري قبل كارلوس كيروش، برضو محمد صلاح كان مزغلل عينه، اكيد مخلي اللعب كله على محمد صلاح، وكل مدربين العالم عارفين انه اللعب هيبقى على محمد صلاح، فبيقفل ناحيه محمد صلاح، واحنا مصممين نلعب على محمد صلاح. يعني ما ننوعش بقى اللعب خلاص لان محمد صلاح ممسوك نلعب على الناحيه الثانيه، لا احنا برضو هنلعب لمحمد صلاح وهو يتصرف، احنا ما عندناش مشكله في شوف له صرفه صحيح بالظبط كده، بص لصلاح وهو هيتصرف. فدي سببها انه احنا ما عندناش حد مؤثر في الفريق بره، والاعتماد من جانب المدربين زي ما قلت المحترف بيزغلل عين المدرب. الهدف اللي انا بقوله ده ايه؟ لازم محترفين، لازم محمد عبد المنعم يطلع احتراف، لازم عمر كمال عبد الواحد يطلع احتراف، لازم محمد صبحي الجون الصغير الشاب اللي نزل في ماتش المغرب ادى بشكل كويس يطلع احتراف، لازم يبقى عندك دكه كامله محترفين او تشكيله كامله من المحترفين المؤثرين مع فرقهم. لازم نغير المينتاليتي شويه بتاعت مصر، لان محمد صلاح من سنتين لما جه في مصر وقال لك اصل المينتاليتي في ليفربول وبتاع، الناس اتريقت عليه ومسكت، واتضح انه فعلا المينتاليتي مختلفه. لا طبعا ما يقدرش يلعب لوحده، ومفيش حد بينجح لوحده ده، وبعدين دي لعبه جماعيه، فما اقدرش ان انا الوم يعني ابدا محمد صلاح. مستحيل، هي منظومه فعلا زي ما انت بتقول، هي منظومه فعلا. عشان كده الكلام اللي انا بقوله، لحين ما نلاقي محترفين مؤثرين في فرقهم وبيلعبوا بشكل كويس ونقدر ننوع مصادر الخطوره في ارض الملعب، لازم كارلوس كيروش يبدا يعتمد شويه او يغير شويه من طريقه تفكيره فيما يخص مصادر الخطوره. هو بيطلع بالكره كويس جدا، ما عنديش مشكله في ده، بيستحوذ على الكره كويس جدا، وعامل عمق دفاعي كويس جدا، ما عنديش مشكله في ده، احنا من اقل الفرق اللي استقبلت اهداف في البطوله. ولكن فيما يخص العنصر الهجومي زي ما انت لسه قايل، مش عقم، انا مش هقول ان هو عقم، لان انت بتروح بس ما عندكش الفعاليه، ما عندكش النجاعه الهجوميه، او ما عندكش الاكيرسي على الجون، مفيش فينيشنج بالظبط كده. فلازم يبدا يغير شويه من مصادر الخطوره في الملعب عشان يبقى التيم ورك، مش محمد صلاح هو الكي بلاير ونشوف بقى مين هيظهر له هيلعب له الكوره او هو هيشوط على الجون. لازم نغير شويه من مناطق اللعب او من مصادر الخطوره. ولكن انا متفائل جدا 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 بالجيل ده وبالمنتخب ده، منتخب مليء بالعناصر الشابه، منتخب فيه رجاله عندهم روح. شفنا فترات طويله جدا منتخب مصر كان بيعاني من غياب الروح ومن غياب في الاول طبعًا. كمان بالظبط كده، اخر 10 سنين ما بعد اعتزال الجيل الذهبي لحد الجيل الحالي شفنا كتير اجيال ما كانتش، بس كان ظاهر قوي في البطوله دي في اولها بصراحه، كنا مش شايفين منتخب اصلا في الاول، كان الموضوع صعب جدا، كان موضوع صعب جدا، وامتدادا لصعوبه المنتخب في كاس العرب. ولكن انا هاعيد ده برضو، انا على فكره انا من أول يوم. أنا في كأس العرب، على ذكر كأس العرب، شفت منتخب صايص، ده عارف المصطلح ده اللي هو الشيء الصايص، هو كان صايص، والدنيا ظبطت مع الجزء النص الثاني من بطولة أمم من بطولة أفريقيا. أمم أفريقيا أنا بأعيد ده لإيه؟ والله أعلم. أنا دلوقتي بتكهن وأنا مش في دماغ كارلوس كروش عشان أعرف، بس أنا يعني بحلل من وجهة نظري. كارلوس كروش جه ما فيش بطولات محلية، ما فيش تجمعات منتخب،
قدامه 10 ايام وبطوله امم افريقيا تبدا او كاس العرب يبدا، وبعدها ب 10 ايام او 12 يوم بطوله امم افريقيا تبدا. مفيش وقت ان هو يبدا يحكم على اللعيبه او يضم العناصر اللي هو شايفها. كاس العرب كان بطوله تجريبيه بحته بالنسبه له، اخذ فيها عدد العناصر المطابقين للفلسفه بتاعته، استبعد عدد مهم جدا من اللعيبه، مش عشان هم وحشين، عشان مش هيلحق يحفظهم الفلسفه بتاعته، زي احمد رفعت، زي محمد مجدي قفشه. ده ما يعنيش ان هم مش هينضموا في المستقبل، لا هينضموا، بس لما يبقى عنده براح من الوقت يخليه يعرف يشربهم الفلسفه بتاعته. هل احنا بنتكلم في المستقبل ده ممكن في اللي جاي على طول ولا ان شاء الله؟ انا يعني بتكلم معتقد ده ان شاء بتكلم الله بيطعم المنتخب بعض العناصر الجديده. بس يعني اعتقد انه مع انضمام عبد الله السعيد للمنتخب وما اداش الدور اللي كان من المفترض ان هو يؤديه، وجلوسه على مقاعد البدلاء على الرغم من ان هو واحد من اميز اللعيبه وعنده خبرات كبيره والكلام ده كله، اعتقد انه محمد مجدي قفشه هيكون له دور شويه في المستقبل. المستوى اللي ظهر بيه عمر مرموش ما كانش على قدر التطلعات اللي كنا بنحطها عليه، خاصة بعد المستوى الرائع اللي ظهر بيه في ماتشين ليبيا. ما فضلش ثابت عليه خالص. ما كانش جيد، فبالتالي ممكن يبدأ يبص على الدوري المصري عشان يشوف هل في حد ينفع يبقى بديل لعمر مرموش ولا لا. مين ابرز واحد موجود؟ احمد رفعت، فبالتالي ممكن احمد رفعت يبقى ليه دور، حسين الشحات ممكن يبقى ليه دور، في عدد من اللعيبه اللي في الدوري المحلي ممكن يبقى ليهم دور. الفكره في ايه؟ انه لما جرب في افريقيا وخد اللعيبه اللي مطابقين لمواصفاته او الفلسفه بتاعته، اخد اول، احنا كده هنتاهل من دور المجموعات ما فيهاش كلام، انت معاك غينيا ومعاك السودان، مع كامل الاحترام طبعا لمنتخب السودان، بس في فارق خبرات ما بين منتخب مصر ومنتخب السودان. حتى لو خسرت، هو حتى ماتش نيجيريا اللي هو كان اهم ماتش في المجموعه هو جرب فيه، ما جرب مصطفى محمد يلعب بيه هاف رايت، وجرب محمد صلاح سنتر فيرويد، يعني عك شويه في التشكيل عشان هو كان بيجرب ليه؟ عشان يعدي دور المجموعات، هو كده كده ضامن ان هو هيتاهل، يعدي دور المجموعات بدايه من النوك اوتس، يبقى خلاص استقر على الفلسفه واستقر على التشكيل واستقر على البدلاء واستقر على كل عناصر المنتخب بتاعته عشان يبدا يلعب بشكل كويس. وقد كان بدايه من ماتش كوت ديفوار في دور ال 16 المستوى اختلف 180 درجه. بس انا عندي سؤال معلش برضو يا خالد، يعني ده السيناريو اللي وصلنا لغايه هنا فعلا واللي اصبح مرضي رغم اعتراضات البعض عليه في البدايه، لكن هل لو كنا لعبنا في يعني منذ قدوم كيروش باللي احنا نعرفه بالمراكز الطبيعيه بالتكتيك الطبيعي اللي احنا بنكسب كنا بيه ما كناش برضو بنخسر، هل كان ممكن النتيجه تبقى مختلفه من وجهه نظرك؟ اعتقد انه هتبقى، لا مش مختلفه، هتبقى اسوأ. اسوأ؟ ليه؟ لانه مثلا كابتن حسام البدري في الفتره او الولايه بتاعته مع منتخب مصر كان بيعتمد على الزون ديفنس، ما كانش بيعتمد على الضغط العالي. طريقه كارلوس كيروش دايما بتعتمد على الضغط العالي باثنين لعيبه على حامل الكره من نص ملعبهم عشان تكسب الكره في اماكن خطيره وتواصل الضغط او التهديد على مرمى الخصم. اوكي، اللعيبه شاربه طريقه 4-2-3-1 بزون ديفنس من نص ملعبنا من غير ضغط عالي. لو هو كان ضم عدد اللعيبه اللي موجودين في ولايه كابتن حسام البدري من غير ما يبص عليهم وطبق الطريقه بتاعته، ما كناش هنوصل هنا خالص اصلا. ما كناش هنوصل هنا، لانه اللعيبه اللي بتلعب مع كابتن حسام البدري ما يعرفوش يطبقوا طريقه الضغط العالي ب 4-3-3 بتحول 4-1-4-1 اللي بيعتمد عليها كارلوس كروش. عبد الله السعيد ما يقدرش يعمل ده. عدد كبير من اللعيبه ما تقدرش تعمل الضغط العالي المستمر طوال احداث المباراه. فبالتالي لا، كان لازم يجرب عشان هو عنده طريقه مختلفه او فلسفه مختلفه عن اللي سبقوه، فبالتالي لازم ياخد العناصر اللي تعرف تعمل ده. اعتقد هو دلوقتي يعني جرب بما يكفي، جرب، وقدامنا ان شاء الله شهرين، نتمنى خير بقى في شهر لحد ماتش السنغال. انا متفائل جدا. احنا هنخلص في الذهاب ولا هنعمل ايه؟ يعني شايف ازاي بصراحه؟ يعني عارفه ان انت صريح في تحليلاتك او فراح، شايفها ازاي؟ هو الماتش خليني اقول ان هو صعب جدا، اكيد جدا طبعا. يعني ماتش يكاد يقترب انه 60-40 للسنغال، ولكن انا لازلت مصمم على نفس الكلمه اللي قلتها بدايه من اول يوم في البطوله لحد وانا قاعد معاكم النهارده وانا بفتح الكلام بتاعي. احنا منتخب مصر، ال 60-40 دي مع توظيف جيد من جانب كيروش، مع الرغبه او الدوافع اللي هتبقى عند اللعيبه في تعويض هزيمه نهائي افريقيا، مع
استقرار المسابقات المحليه واستقرار كارلوس كيلوش في القياده الفنيه، وان هو هياخد وقت كافي عشان يظبط الدنيا كده. انا ال 60 40 دي ممكن تتقلب 60 40 لصالح منتخب مصر. هنخلص في الذهاب، الذهاب عندنا طبعا في مصر، وبعدين الاياب هيكون في السنغال. وفرصنا في كذهاب افضل اعتقد، خصوصا الروح انت عايز تثقل بقى لو هنتكلم. انا بس يعني رساله الى المسؤولين، انجاز لي ان اسال. لا حقك يا فندم. اتمنى فول كاباسيتي ستاديوم، لانه بتفرق جدا جدا. يعني احنا شفنا الاهلي في الامارات وسط ناسنا واشقائنا الاماراتيين والمصريين اللي هناك، بالظبط وسط الجاليه المصريه العظيمه اللي موجوده هناك، شفنا الاهلي بيلعب على الاستاد بتاعه. الكلام ده كلام مش جديد، ده عبر التاريخ. يعني دور واهميه وجدوى وجود جماهير غفيره بتزقر في ارض يعني مدرجات الاستاد مفروغ منها. بس احنا عايزين قبل برده ما الوقت يسرقنا، ما تيجي نروح شويه للاهلي، نروح حتى ناخد فكره مع بعضينا كده، وكيف رايت لقاء مونتيري وماذا تتوقع بالنسبة للقاء بالميراس، وخصوصا ان هم اكيد جايين برضو وفي ضغينة بقى مكتومة جواهم من النسخة اللي فاتت من كاس العالم. ما هو نفس الكلام اللي كنت بقوله على السنغال ومصر، انه احنا هنبقى محملين بدوافع ان احنا ننتقم، فالميراس هيبقى جاي برضو محمل بنفس الدوافع ان هو ينتقم. بالظبط كده. ماتش هيبقى صعب. بالميراس غير كتير من تشكيلته لواجهة منتخب الواجهة الاهلي. انا لسه دماغي معاه. معلش ما بتحصل لينا كلنا. هي العمليه في بيتها برضه. ما بتحصلش زي منتخب مصر والاهلي كله بيمثل مصر بالظبط. غير كتير من التشكيل اللاعب الاهلي في فبراير الماضي. في 29 لعيب مشيوا من صفوف بالميراس، ابرزهم مثلا لويس ادريانو المهاجم البرازيلي، ابرزهم ويليان. في عدد من العناصر انا كاتبهم هنا برضه عشان من لويس ادريانو، جابرييل باربوسا، فيليبي ميلو ده نجم عظيم جدا، كان بيلعب في يوفنتوس، كان كله من الراحلين، ده كله مشي، ولكن ضم عدد جديد من اللعيبه. المهم بقى مميزين جدا جدا، بس لديهم من الخبره الكافيه ولا احنا بنتكلم ان برضو لسه ما عندهمش الخبره فده يحسب لصالحهم؟ اغلبهم من اللعيبه الشباب. اوكي، اغلب اللعيبه اللي انضمت من اللعيبه الشباب، ولكن هو عنده عدد من اللعيبه القديمه اللي عندها خبرات، ابرزهم مثلا على سبيل المثال ماركوس روكا. ماركوس روكا الظهير الايمن رقم 2، هو قائد الفريق، عنده 33 سنه، ده من اميز لاعبي بالميراس على الاطلاق. يعني حد كده عامل زي دانيال الفيس في برشلونه. يعني كبير وخبير ومخضرم، عامل زي احمد فتحي مع منتخب مصر، عصام الحضري عامل زي، فاهم قصدي، عامل زي محمد الشناوي دلوقتي مع الاهلي. عنده عدد كبير من اللعيبه. برضو لازم اشير الى انه المدير الفني عنده مرونة تكتيكية في تنويع اللعب ما بين 4-2-3-1 و 3-4-3 على حسب طريقة لعب الفرقة اللي قدامه. لعب 3-5-2 في بعض الماتشات في الدوري البرازيلي بس ما كملش عليها كتير. مثلا ويفرتون اللي هو حارس المرمى اللي واجه الأهلي في شهر فبراير الماضي، ده دلوقتي قاعد دكة ما بيلعبش. دلوقتي اللي بيلعبه مارسيلو لومبا، ده عنده 34 سنه، وفينيسيوس سيلفستري ده عنده 26 سنه، والاثنين حراس مميزين جدا، دولت الاثنين اللي بقوا بيلعبوا بشكل اساسي مع بالميراس. خلينا واقفين عند النقطه دي ونستاذنك بس نطلع فاصل سريع ونرجع بعديها نكمل كلامنا. اتفضل. في الفاصل كده كان في حديث ودي يعني ما بيننا احنا الثلاثه، كنا بنتكلم، عملنا مقارنه ما بين ظروف منتخب مصر والاهلي، ولقينا ان في نقاط كتيره جدا بتجمعهم، بس هي النقاط ممكن نقول عليها مش احسن حاجه. خلينا خالد نتكلم في ده، ما يجمع فعلا او الكومن ما بين المنتخب والظروف اللي مر بيها المنتخب وايضا ما يمر بيه حاليا النادي الاهلي. هي النقطه الكومن الابرز بغياب في المباراة الأولى، غياب 15 واحد عن مباراة مونتري، واعتماد موسيماني اللي أنا شايف أنه مدرب عظيم طبعا جدا. جلسات التقطيع في موسيماني والناس اللي بتقول، حتى السوشيال ميديا اللي بتطالب، انه انا عايز اعرف بس الناس بتفكر ازاي. ما علينا، مش بس انت عمرك دلوقتي ما هترضي الناس كلها، يعني مهما جه ده مانويل خوسيه نفسه كان الناس بتنتقده، ده ناس وكان رائع، ده عمل مع الاهلي ملا يعني ده يسبق، فعادي عادي
سيبك من موسيماني. الرسل انتقدوا يا استاذ. الرسل نفسهم. والله ده حقيقي فعلا. يعني سيبنا من موسيماني لان انا كل واحد ليه قناعاته الشخصيه. انا قناعتي الشخصيه انه من غير الروح بتاعه الفانيله الحمراء، من غير روح لعيبه النادي الاهلي، ومن غير قياده موسيماني الذكيه، لازم نحط خط تحت كلمه ذكيه فنيا، ممكن كنا مش لا مش ايه لا فنيا كنا حتى كويسين، لان احنا تكتيكيا في الملعب كنا مسيطرين دفاعيا، بنروح بهجمات مرتده منظمه جدا، كنا اخطر بكتير من مونتيري حتى في فتره جس النبض في اول نص ساعه في المباراه، هددنا مرماهم بثلاث او اربع كور منهم كره طاهر محمد طاهر الخطيره جدا اللي كانت من نقطه البنالتي اللي شطف نص الجون. فلا احنا حتى فنيا وتكتيكيا كنا افضل بكتير من مونتيري، ولكن مع الوضع في الاعتبار ان احنا كان غايب من الاهلي 15 لاعب. أيوة. هي نفس الظروف اللي عانى منها منتخب مصر اللي كنا بنتكلم عنها من شويه. منتخب مصر وصل في مرحله من المراحل ان هو غايب من عنده 8 لعيبه اساسيين في صفوف المنتخب. طبعا روح منتخب مصر وصلت روح اللاعبين وصلت منتخب مصر الى الفاينل، وروح منتخب مصر هي جزء لا يتجزأ، او روح الاهلي هي جزء لا يتجزأ من روح منتخب مصر. طول عمرنا بنعرف ان القوام الاساسي للمنتخبات الوطنيه اهلي وزمالك. ولكن في قاعده ثابته بتقول انه الاهلي بمن حضر، بتقول انه روح الفانيله الحمراء، ملوك التسعين، كل الشعارات الجميله اللي احنا بنسمعها دايما عن الاهلي دي موجوده وواقع ثابت لا فصال فيه. صحيح. اي حد بيشكك في الكلام دوت انا اشك في قرعه. ارجع لتاريخك بقى، ارجع للتاريخ بالظبط كده. فلما يبقى عندك غايب 15 لاعب، هيرجع بعض منهم في مباراه بالميراس، ما اعرفش هيبقوا جاهزين يلعبوا ولا لا حسب الرؤيه الفنيه لموسيماني او بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب افريقي، بس هم هيكونوا موجودين يدفع بيهم او لا على حسب احتياجاته للمباراه. بس جايين من ايه؟ هيبقوا موجودين بس جايين له من ايه؟ جايين من اربع ماتشات ضرب نار 120 دقيقه وركلات. جايين من ضرب والله، جايين من خناقه مش جايين. بالظبط. يعني صحيح. بس خليني اقول مثلا انه انا عارف ان انا يعني الكلام ده ما ينفعش يتقال، ولكن انا هقوله لانه يعني انا بحب كده جدا. هذا زوجي والله. كنت اتمنى محمد شريف ينزل في ماتش امبارح عشان يكون لي انا بالنسبه لي منتخب مصر يجب اي حاجه ثانيه، الاولويه دايما لمنتخب مصر. أوكي. كنت اتمنى محمد شريف ينزل في ماتش امبارح عشان ممكن يكون ليه دور في ان هو ينهي المباراه قبل وصولها الى ركلات الترجيح، ومنتخب مصر يكسب بالبطوله الثامنه ونعلق الكهارب وننبسط كلنا والكلام ده كله. ده ما حصلش. كنا من شويه بنقول ان كل حاجه ليها ابس اند داونز، كل حاجه ليها ايجابيات وسلبيات. من ايجابيات انه محمد شريف ما نزلش، انه على الاقل هيكون فت للمشاركه مع النادي الاهلي في مباراه بالميراس لو لحق ان شاء الله. هو واحد زي ايمن اشرف، انت كان عندك مشكله عظيمه جدا في خط الدفاع في المباراه الماضيه، كنت بتلعب بمحمد هاني سنتر باك عشان خاطر مفيش سنتر باكات لانه بدر بنون مصاب. عوده ايمن اشرف تضيف الى خط الدفاع اكيد. تلعب من غير راس حربه صريح، كنت بتلعب على المرتدات باعتماد على طاهر محمد طاهر في راس الحربه في مركز راس الحربه الصريح، لان ما عندكش راس حربه لانه حسام حسن مصاب ومحمد شريف مع المنتخب. محمد شريف ما شاركش مع المنتخب كثيرا. طبعا محمد شريف قيمه كبيره، كنت زي ما بقول تاني كنت اتمنى ان هو يشارك، بس في طالما ما شاركش فدي ليها نقطه ايجابيه لصالح الاهلي مش لصالح المنتخب، للاسف الشديد المنتخب خسر، ولكن نقطتها الايجابيه لصالح الاهلي انه على الاقل لما يرجع هيبقى فت وجاهز ان هو يشارك مع النادي الاهلي، فيعمل قيمه مضافه لخط هجوم النادي الاهلي في مواجهه فريق عنيف جدا زي بالميراس. يعني هنشوف قوة على الأرض وإصابات ولا لا؟ إيه لا عنيف، مش تدخلات عنيفة ولكن شرس، أقصد في التدخلات بتاعته قوي بدنيا. لأن التدخلات العنيفة مش بالزبط. يعني ما كناش حابينها وقت الكاميرون أبدا يعني. لا شفت ماتش الكاميرون كان عامل إزاي، هم شبيهين شوية للكوت ديفوار وللكاميرون في قوة التدخلات والقوة البدنية. خليني أقول إنه أبرز خط أبرز نجوم بالميراس هو خط دفاعه، يعني لما جيت ببص كده على نجوم بالميراس، فلان الفلاني مدافع، فلان الفلاني ظهير ايسر، فلان الفلاني سنتر باك، ابرز نجومه باستثناء روني اللي هو المهاجم وباستثناء دودو اللي هو صانع اللعب، ابرز لعيبه ماركو روكا مثلا لسه كنت بقول لكم ظهير ايمن، اسمه خيمينيز حاجه سنتر باك، عنده عدد كبير جدا هم الابرز في الفريق بالميراس،
كلهم من خط الدفاع مع طبعا حارس المرمى. فاحنا هنشوف تدخلات بدنيه قويه، هنشوف تنظيم دفاعي جيد. في التنظيم الدفاعي ده انا ما عنديش شك ان موسيماني هيعرف يحط التشكيل المناسب وطريقه اللعب المناسبه عشان تواجه السيطره الدفاعيه او التكتل الدفاعي لبالميراس ده. ولكن في نفس الوقت من المهم ان انت يبقى عندك عناصر جاهزه قويه ودوليه زي محمد شريف في الخط الامامي، والاعتماد بقى على السرعات، طاهر محمد طاهر، لويس ميكيسوني، معرفش بيرسي تاو هيلحق المباراه بكره ولا لا، مش عارف هو هيلحق ولا لا، حسين الشحات، عدد كبير جدا من اللاعبين اللي ممكن يخدموا على محمد شريف بشكل كويس، وبالتالي يبقى لينا شكل هجومي افضل كمان. مع اني كنت بقول ان احنا شكلنا الهجومي كان كويس قدام مونتري، ولكن يبقى لينا شكل هجومي افضل كمان من مباراه مونتري. اتمنى ان هي تكمل على خير ونعدي بالميراس للمره الثانيه، اصل هي القاعده معروفه انت بتكسبهم مرتين وبعدين يكسبوك مره. احنا كسبنا يعني دي المره الثانيه بتاعتنا، هي دي المره الثانيه زي مونتري كسبونا مرتين وبعدين كسبناهم مره. ان شاء الله دي المره الثانيه بتاعتنا، نوصل بس الفاينل وبعدين لما نقابلهم ثاني يبقى يحلها ربنا. طب انا عايز اروح معاك شويه يعني للهلال، الهلال السعودي، لان ميركاتو وصفقات وحاجات جميله جدا. هل ممكن قدام تشيلسي نلاقي مفاجآت مثلا؟ فريق مرعب الهلال ومش متوقع للدرجه دي ابدا يعني. لا مش متوقع، بس خلينا اقول انه احنا شفنا قبل كده عناصر كتير او نماذج كتير لفرق ما كانش متوقع ان هي تعمل حاجه وعملت. بس يوم ما بتعمل ما بتعملش 6-1. لا ما هو ما يعني انا ما احترمش دي عملت جدا قوي خالص. ده عملت قوي جدا خالص. بس ما احترمش شديد للجزيره. الجزيره فريق كويس، هو بيشارك بصفته صاحب الارض، اوكي، مش بصفته بطل اسيا زي الهلال. الهلال فريق قوي جدا. طبعا لا تقيل الهلال فريق وعريق طبعا. لا يا فريق مرعب الهلال، فريق مرعب. عنده عدد من اللاعبين الدوليين في منتخباتهم اللي جايين من اوروبا واللي جايين من امريكا اللاتينيه واللي جايين، فعندهم خبرات وبيعرفوا يلعبوا الماتشات اللي زي دي. لما يقابل تشيلسي انا مش متوقع انه تشيلسي هيبقى في نزهه. مش متوقع انه تشيلسي هيبقى رايح يكسب 3-4 ويتاهل للفاينل. لا، تشيلسي هيقابل منافسه عنيفه جدا من الهلال. الهلال الموج الازرق هيبقى ماتش حلو جدا جدا. الزرق قدام الزرق هتبقى الى زرق خالص. بس انا متخيل انه الهلال ممكن يوصل بنالتيز. طيب يعني انا متخيل انه الهلال ممكن يوصل بنالتيز. اتمنى ان شاء الله نكسب بالميراس يبقى الاهلي والهلال في الفاينل كده. ايه رايكم في القصه دي؟ يعني هو ده سيناريو لذيذ بس هايل. بس مش ده سيناريو هايل حلوه. قال لك سيناريو لذيذ. والله سيناريو لذيذ. طبعا يعني احنا والسعوديه اشقاء ان احنا نواجه فريق سعودي. اتمنى ان احنا نقابلهم في الفاينل مش في الثالث والرابع، انه نكسب بالميراس وهم يكسبوا تشيلسي ونقابل في الفاينل مش في الثالث والرابع، تبقى قيمه مضافه للكره العربيه وتاريخ جديد بيكتبه الاهلي زي ما كتب تاريخ جديد قدام مونتري، ممكن يكتب تاريخ جديد في البطوله. ان شاء الله. على كل حال خالد نورتنا والله، فكره كانت جميله جدا ومفيده حقيقي. انا دايما مبسوط وانا معاكم. واحنا كمان بجد بتنورنا وبتشرفنا وبنسعد بوجودك معانا. بنشكرك جزيل الشكر على وجودك معانا. انتهت اولى فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده. حضرات هنطلع فاصل سريع وبعد كده ارجع بقى مع حضراتكم انا والدكتوره دينا ابو السعود وحوار حول خلايا الدم وبتفاصيل بقى كتير، بس ارجوكم تابعونا.